عنده تم منيرة من الرياض. يا هلا يا هلا بمنيرة. هاي والله كيف حالك يا امي؟ طيبة؟ ايه الحمد لله. وين تدرسين يا منيرة؟ بالرياض. ونعم اي سنة؟ ثاني متوسط. يا سلام على طلاب المتوسط الممتازين المبدعين. طيب وش طريقتك يا منيرة في المذاكرة؟ اختبارات نهائية يعني على حسب اليوم. شوف مثلا إذا كان عندي أول يوم إنجليزي أذاك إنجليزي، أما إذا كان رياضيات أذاك رياضيات. معقولة؟ وش ذا الذكاء؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وش ذا النباهة؟ وش ذا الفطنة؟ يعني اللي صار عند سقلينزي تروحين تذاكرين جغرافيا واجتماعيات؟ أكيد قلينزي لا. لازم قلينزي. لا مو كذا بس يعني ما ذاكر قبلها، مثلا إذا ذاكر قبلها بأسبوعين يصير في حزتها. انت يا منيرة خربتي كل شغلنا. انا نقول ذاكروا قبل اسبوع اسبوعين. ليش ليش؟ ولا انت كل يوم تذاكرين من اول السنة؟ لا يعني شو اسمه يعني بعضها تحتاج مذاكرة من قبل بعضها لا. صح بس انت واضح من منيرة انك من الناس اللي ذاكرون اول باول ولا لا؟ يعني قولي ما قعدنا ندفدف يمين يسار. اي والله اخلصي علينا. قولي عشان نعطي مبرر انس ما تذاكرين الا ليله الامتحان. حستينا يا منيره كل شغلنا خربتيه. وش ذا يا منيره؟ عشان ما بدرس احد يا ربي. شوف يا منيره لون يا درست ما كان عطيه من مص يعني ما خليت تمشين عندي ابد. لو في ولد مثلك كذا لا لازم تذاكرين اول باول. لا يعني اركز بالحصه يصير خلاص بعدين سهل. طيب سؤال قولي الصدق كم تقديرك؟ انا 98. ما شاء الله صفقولها ما شاء الله قولها ما شاء الله صفقولها ما شاء الله قولها ما شاء الله ما شاء الله. اي بعذرك تقولين كذا. نعم واثقه هذه من الموهوبين ذي ما شاء الله. هذه موهوبه والاسم يحن ويرن. ذكرتيني بعمتي منيره. ايه المنيره اذا ما يسمى منيره الا الناس الاذكياء. وخالتي منيره. خالتي منيره انا عمتي منيره الله يطول عمرها. خالتي منيره بعد كان. طيب شوف يا منيره واحد وش تنصحين الطلاب البنات واللي يذاكرون في ايام الامتحانات وش يسوون عشان نكتب اسمك ونحطك في الصحه في السبوره؟ يلا شو اسمه؟ انه يصيرون قبلهم لازم اول شيء يركزوا بالحصص. يعني اذا جاء واحد مثلا نص ايام يغيب ما يركز بالحصص يصير صعب عليه. صح. طيب خليني اكتب بس الكاميرا تصيدنا شوي شوي. اقوم الحين بسم الله. اذا واحد منيره يا منيره يا منيره يا الرياض. اذا التركيز في الحصص. التركيز في الحفظ. وش بعد؟ هذه منيره مو الحفظ مو الحفظ الحصص 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 التركيز والحصص. الله يطول عمرك. التركيز في الحصص والحفظ ولا الحفظ؟ ها التركيز والحصص والحصص. الله يطول عمرك. في الحصص الحفظ ولا الحصص؟ الحصص والحصص والحفظ بعد الحصص. طيب وش ودك تصيرين يا منيره ليه كبرتي؟ ابغى اصير كاتبه. ما شاء الله كاتبه ما شاء الله. طيب كاتبة في ايش؟ اي شيء قصص وكذا. ايه واضح ان خيالك واسع الله يحييك. طيب مع عبد الرؤوف وبنشوف الرفوف ولا تبين تقولين شيء ثاني؟ قضت نصايحك؟ اي لا خلاص خلاص يزي يلا. مع عبد الرؤوف في علق وبسكوت دقيق وكيك ملا وسكر وشوربة وكلمات. دقيق وكيك. دقيق دقيق وكيك كيك دقيق. ما عندي سلة تلفزيون يا منيرة؟ لحظة. ايه يلا اعطونا اصعب شيء لها. اي والله هالبنية. ايه احسن التلفزيون. وش نطيها؟ اعطونا اصعب اصعب شيء. اصعب. طيب كملي الفراغ كملي الفراغ يا منيره. طيب يقول عط الخباز خبزه ولو
ولا ويش؟ يعني عطي الشغلة راعيها، حتى لو الخباز هذا أكل. تفتحين النت، عط الخباز. عيد ما فهمت. وشو؟ ما فهمت. هذا مثل، هذا داريه. داريه داريه تبعد الحين اللي درست. وين ترسين تدرسين انت؟ في اي مدرسه؟ ما اهلي يعني. انت اهليه ولا حكوميه؟ لا عام. عام عامكم حكومي. طيب حكومي يعني. طيب عط الخباز خبزه ولو كملي. هذا بيت. هذه مثل. عط الخباز خبزه ولو اكل نطه. وش اشرحي لي المثل هذا؟ شكرا. ما ادري صراحه. شلون ما شلون خذيتي 98؟ ما له دخل. الا لها دخل، لها دخل ان الواحد يعرف وش يقول. عط الخباز خبزه، هذا المثل يقال ان عطي الشغل للشخص اللي يتقنه. مثل الان وانا وبوس، اذا انت رحتي للخياط قلتي الخياط هذا زين بس انه غالي، نقول الغالي قيمته فيه. عط الخباز خبزه لو اكل نصفه، حتى لو كان نصف ونصف لكنه يتقن الخبز. والجواب